خبر عاجل ومهم، مركز البيانات الوطني يطلق خدمة إلكترونية خاصة بإصدار تأييد التقاعد عبر بوابة أوري الوطنية. أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للحصول على تأييد التقاعد عبر بوابة أوري الوطنية للخدمات الحكومية. وأوضح المركز أن هذه الخدمة التي تم إنجازها بالتعاون بين ملاكات هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة وملاكات المركز تم تفعيلها اليوم الثلاثاء 9 تموز عام 2024 استخدام منصة مقاطعة البيانات الآنية لتمكن المتقاعدين من الحصول على الوثيقة إلكترونيا من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر التقاعد. وأضاف المركز أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها التي تقدمها الهيئة والصندوق للمواطنين بشكل إلكتروني، وتأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تسهيل الإجراءات ومراعاة كبار السن ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم. وبالإمكان الوصول إلى الخدمة المذكورة من خلال زيارة الرابط الآتي. مشاهدين الكرام، الرابط سوف يكون في أعلى الفيديو وكذلك في أول تعليق في الفيسبوك وفي اليوتيوب. الإعلامي علي الدلوي، تقبل تحياتي.